يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يمكن القول بأنه يمكن الاستفادة من علم المنطق؟ نعم. ألا يمكن القول بأنه يمكن الاستفادة من علم المنطق؟ أبدا ما يستفاد من علم المنطق أبدا، الاستفادة من الكتاب والسنة، لكن بعض العلماء يدرسه من أجل الرد عليهم فقط، لا من أجل أنه يستدل به. فالذي يدرسه من أجل أن يعرف خطأهم ويرد عليهم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ابن القيم، درسوه ما هم من أجل أن يعتمدوه، وإنما من أجل الرد عليهم وبيان فساد ما هم عليه، لأنك ما يمكن ترد عليهم وأنت ما تعرف شبهاتهم ولا تعرف مبادئهم. فلهذا قصده لا بأس، اللي يدرسه للرد عليه لا بأس. نعم.